السلام عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال وبصحة جيدة. حلقة اليوم غتكون حلقة سؤال وجواب ولكن قبل ما ندخل في هذه الحلقة بغيت ندير واحد المقدمة نتحدث فيها على يعني حديث العصر الآن وهو مرض أو وباء الكورونا اللي ضرب العالم، يعني معظم البلدان أن تعاني ولكن درجة المعاناة تختلف من بلد لآخر. يعني في بعض البلدان خصوصا في اوروبا الان امور بدات تخرج عن السيطره وفيات مرتفعه نسبه الحالات ترتفع وبدرجة قياسيه كل يوم في بلدان اخرى يعني الامور ما زالت كما كنقولوا ما زالت تحت السيطره ولكن يعني هذه ازمه وان شاء الله تفوت ازمه وان شاء الله تعدي ولكن ما هذه الازمه تفوت الا الى كل واحد كان مسؤول أه سواء الام الام تكون مسؤوله في المنزل ديالها تكون مسؤوله على النظافه تفكر دائما الوليدات ديالها يغسلوا يدين ديالهم أه يغيروا الملابس ديالهم بواحد الطريقه أه متكرره يعني باش تكون تكونش واحد العدوى الاشخاص اللي مضطرين على انهم يمشيو للعمل ديالهم لان كنعرفوا على ان العديد من المؤسسات مازال حاله المواطن محتاج للعديد من الخدمات خصنا نوفروا له الاكل خصنا نوفروا له الشرب خصنا نوفروا له الملابس خصنا له العديد من الاشياء يعني هناك العديد من الاشخاص الأشخاص مضطرين على انهم يخرجوا يمشيو للعمل كيغامروا بحياتهم هذ أه، الاشخاص خصهم ايضا يكونوا أه، مسؤولين في العمل ديالهم ياخذوا الاحتياطات ديالهم يغسلوا اليدين ديالهم بصفه متكرره الاشخاص اللي عندهم واحد لو كونتاكت مع الفلوس دائما يحاول يغسل يدو يعقم يدو لما يوصل المنزل ديالو يحاول يغير الملابس ينظف باش ما ينقلش العدوى لاشخاص اخرين كيف ما قلت يعني سمعت بعض الاشخاص كيقول لك حنا يعني مازال شباب وما غنضروش إذا كنتي ما كتخافش على راسك خاف على وليداتك خاف على الجد ديالك خاف على الاب ديالك خاف على الناس اللي عندهم امراض مزمنه وامراض ود أه المناعه يعني الا ما كنتيش على راسك خاف على هاد الناس اي واحد الان مسؤول وهذا ماشي وقت الجدال وماشي وقت النقاش خصنا كما كنقولوا نطبقوا التعليمات بحذافيرها سواء تعليمات من وزاره الصحه تعليمات من الدوله الدوله قام قايمه بواحد المجهود جبار التوعيه في كل مكان الواحد خصو يسمع وياخذ الامور بمحمل الجد كيف ما قلت يعني الامور ما زالت تحت السيطره ولكن خصنا نتعاونوا خص يكون واحد التعاون يعني وكان على اي مكان سواء المغرب مصر تونس الجزائر العالم باسره يعني انا شخصيا اعيش في كندا وتقريبا وصلنا قربنا من ألف حاله يعني والعديد من المتاجر سدوا الابواب ديالهم هناك متاجر وهناك العديد من المؤسسات مازال حاله وكيف ما قلت هاد الاشخاص اللي كينزلوا يخدموا خص المواطن عرفنا على ان كل شيء ستريسي كل كيعاني كل شيء معصب ولكن على الاقل أه، من تنزل سواء من تمشي تشري شي حاجه من المتجر او من السوبرمارشي مارشي او من تشيل البنك على الاقل شكر هذاك الشخص اللي مازال خدام ومازال كيوفر لك أه، يعني الاشياء اللي كتحتاجها لان هذا الشخص كيغامر بحياته وينزل يخدم العديد من الاشخاص ما يمكن لهمش كيتو الخدمه ديالهم لانهم أه، مضطرين هذه المؤسسات مازال حل الابواب ديالها هذا هو وقت التعاون هذا هو وقت المؤازره أه كيف ما قلت الان كل واحد فينا جندي وكل واحد فينا مسؤول لما الام مسؤوله في المنزل ديالها رب العمل مسؤول في العمل ديالو خصنا كما كنقولوا ناخذوا الامور محمل الجد والواحد يجلس في المنزل ديالو الواحد يجلس في المنزل الخروج الا للضروره القصوى نتمنى ويعني كان بدا من يعني الكلام موجه لي قبل ما يكون موجه للساده المشاهدين نتمنى على اننا نتعاونوا وان شاء الله هذه الازمه غنتعداوا وغنفوتوها والامور ان شاء الله غترجع لطبيعتها والحياه ان شاء الله غترجع للطبيعه ديالها ولكن كما كنقولوا خصنا نتعاونوا خصنا نتحدوا وان شاء الله نخرجوا من هذه الازمه ونعديو ونستافدوا منها العديد من الدروس حلقة اليوم إن شاء الله تكون حلقة سؤال وجواب توصلنا ببعض الأسئلة نحاول أن نغير الموضوع لأن موضوع الكورونا الان مسيطر على العالم باسره والعديد من الاشخاص جاهم اكتئاب من كثره الحديث على هذا الموضوع هذا نحاولوا ايضا من ما من 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 مع الاخبار ما مع كل شيء كورونا كورونا حاول دير بعض الاشياء الترفيهيه في المنزل آه شي حاجه يعني تبدل المزاج ديال الناس لان صراحه لا بقيت مركز على هذا يمكن يجيك واحد الاكتئاب ويمكن تدخل في واحد آه كما نقول واحد آه يعني واحد الاشياء يعني مرض نفسي ولا اشياء من هذا القبيل يعني الواحد يحاول يخرج يخرج راسه من هذه الاشياء ما فيها بس تصنت الاخبار مره مره ولكن ماشي تبقى 24 ساعه مركز على آه على الاخبار اسمحوا آه لي لا طولت عليكم ولكن كان من الواجب علي ان ندير هذه المقدمه هذه ونتحدث ونقول داك الشيء ايضا اللي حاس به انا واللي كمواطن ندخلوا في تفاصيل الحلقه إذن كما ذكرت من قبل حلقة اليوم تكون حلقة سؤال وجواب غنجاوبوا فيها على بعض الأسئلة كيف بالمناسبة أي واحد عنده شي موضوع بغينا بغينا نتكلموا عليه الآن أغلبية دي الناس جالسين في المنزل أنا ماشي من هاد الناس يعني بحكم ظروف العمل ديالي خصني ننزل ونخدم ونتمنوا السلامه لينا ونتمنوا السلامه لجميع الناس اي واحد عنده شي موضوع بغاونا نتحدثوا عليه شي حاجه بغينا نطرقوا ليها يمكننا نطرقوا الان هذه فرصه مواتيه للجميع من قبل يعني لكل شيء كان مشغول العمل يعني الملاهي الحياة الآن يمكن لك تجلس مع العائلة تخصص وقت العائلة تعرف على تعرف من جديد على العائلة ديالك وليداتك تسمع لهم تسمع المشاكل ديالهم هذه فرصة جديدة ما تنظنش أنها الفرصة غتتكرر الواحد يمكن لو يعطي واحد الوقت العائلة الآن كل شيء جالسين في المنازل، آه قليل على أنك من قبل تشاهد على أن واحد الأسرة آه جالسين في المنزل وكيهضروا، الآن هذه فرصة مواتية، الواحد أيضاً فرصة مواتية للتقرب من الله، الواحد يقرأ شوية القرآن، شوية ديال الدعاء، آه إن شاء الله هذه الأزمة تعدي ونفوتوها، نبدأ إن شاء الله بالسؤال الأول، السؤال من طرف آه أحمد حسن اللي عنده سؤالين، السؤال الأول آه تقول هل تشجع الوداد أو الراجع البيضاوي، يعني بحكم على أنني مغربي كيتسأل كيتطرح دائما هذا السؤال واش انت ودادي او رجاوي وفي بعض المرات يعني جاوبت يعني كان كنجاوب في التعليقات يعني بصراحه باش نكون كما كنقولوا صريح يعني في الوداد والرجاء عندما يمثلون المغرب في اي منافسه سواء عربيه او افريقيه كنشجعهم واي فريق مغربي يعني الرجاء الوداد الجيش الملكي بركان المغرب الفاسي اي فريق يمثل المغرب في اي منافسه اشجعه ولكن محليا اشجع فريق اسمه المغرب الفاسي الفريق ديال المدينه ديالي الان الفريق يمارس في القسم الوطني الثاني ونتمنى على ان هذا الفريق ان شاء الله يرجع السنه المقبله للقسم الاول بحكم على ان الفريق الان يحتل المركز الاول فريق المغرب الفاسي لمن لا يعرفه يعني من اعرق الفرق المغربيه توج بالعديد من الالقاب وكان منجم للمواهب تخرجوا منه العديد من المواهب كانوا كيطعموا المنتخب الوطني المغربي فاز بكاس الاتحاد الافريقي تنضمن سنه 2011 وايضا ضد النادي الافريقي وتوج بالسوبر الافريقي على ترجي التونسي فريق كما كنقولوا كما العديد من الفرق يعني جات ازمه ماليه ونزل القسم الثاني الان الفريق يحاول يوقف على رجليه نتمنى له انه يرجع للقسم الاول في اقرب فرصه السؤال التالي هل ظلم الاهلي حسام عاشور بعد التجديد يعني حسام عاشور كي تعتبر من اقدم لاعبين الاهلي المصري توج بالعديد من البطولات عميد الاهلي المصري ولكن يعني انا عندي وجهه نظر يعني سمعت بعض التعليقات في السوشيال ميديا وبعض التعليقات يقول لك على ان الاهلي لم يتعامل جيدا والاهلي اهان حسام عاشور تنظر على ان انا كنفضل شخصيا اللاعبين اللي كيفهموا راسهم يعني اللاعب وصلت لواحد السن كبير متقدم درتي واحد كما كنقول واحد لا كارير اكثر من جيده فزتي بالعديد من الالقاب عندنا واحد المثل كيقول لك خليها في عزه يعني خرج في اوج العطاء ديالك يا يعني إما اعتزل والأفضل يعني بالنسبة لهاد اللاعبين اللي كيكونوا رموز ولعب لنادي واحد تنفضل على أنه يعتزل بالكرامه ديالو ومن بعد ذلك يمكن له ياخذ واحد المنصب إداري ولا يمكن له يدرب سواء الفئات الصغرى الشباب أو الأشياء من هذا القبيل تنظر على أن المدرب فايلر عنده لاعبين أو عنده قطع أخرى اكثر اهميه من حسام عاشور وما تنظنش على ان الاهلي المصري يمكن له يحتفظ ويمكن يجدد لهذا اللاعب باش يجلسوا في بنك الاحتياط خص يكون واحد الاحتراف سواء من طرف اللاعب او من طرف النادي شاهدنا هذه الاشياء كلها يعني تشافي لما كان كيلعب في البارسا اللاعب لما حس على انه ما بقاش قاد يعطي للفريق يعني غير الاجواء ومشى لعب في العديد من الفرق لعب في قطر يعني ما لعبش في اوروبا ولكن خرج لعب في قطر نفس الشيء بالنسبه لانيستا خرج ومشى لليابان ودائما جمهور برشلونه كيتذكر ذاك انيستا الذهبي او تشافي الذهبي تنظن على ان الاهلي آه بعدم تجديد لحسام عاشور ما تنظنش على انه ظلموا لان هذا اللاعب حبيس دقة الاحتياط واللاعب تقدم في السن وتنظر على ان الكيان او الفريق اهم من اي لاعب وتنظر على ان الاهلي يمكن له يعطي لهذا اللاعب حسام عاشور الفرصة سواء انه يدرب في فرق الشباب او يمسك المركز في الاداره ديال الاهلي المصري وهذا غيكون كنوع من الشكر لهذا اللاعب لما قدمه في تاريخه للاهلي المصري هذه وجهه نظري الشخصيه يعني للاسف كاين بعض العديد من اللاعبين كيبغي يعني بحكم على انه يلعب واحد الوقت طويل كيبغي كي يبقى يعني يجدد العقود دي دياله بالرغم على انه لا يقدم شيء داخل ارضيه الملعب تنظر على ان هذه المساله خاطئه و المرة لسؤال اخر حازم امام آه، تحياتي لك حازم امام من مصر احسن فريق في افريقيا الان من حيث الدفاع من حيث عفوا الاداء والنتائج يعني سؤال آه، آه، سؤال صعب صراحه يعني احسن فريق في افريقيا الان من حيث النتائج إلا جينا نشوفوا آه، تتويجات الفريق الوحيد الان المتوج افريقيا تنظن او محليا هو فريق الزمالك المصري يعني الزمالك توج بكاس السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي وفي نفس الاسبوع الزمالك توج على حساب الاهلي المصري بلقب السوبر المصري تنضم احسن فريق الان في افريقيا من حيث النتائج تنضم الزمالك لان ما كاين حتى فريق افريقي توج توج باي لقبات السنه بحكم على ان الان المنافسات كلها موقفه الاسباب اللي كنعرفوها جميعا من حيث الاداء صعب صعب على نختار شي فريق يعني او نميز شي فريق من حيث الاداء لان الان اداء السنه كان متذبذب من العديد من الفرق يعني الاهلي المصري ما قدمش داك الاداء الرائع في مرحله المجموعات ولكن لاحظنا على ان الاهلي كيتقدم في المستوى الرجاء البيضاوي قدم اداء محترم واكثر من رائع في مرحله المجموعات بالرغم على انه احتل المركز الثاني وذلك مقارنه بالاصابات لضربة ضربت الفريق يعني الرجاء البيضاوي في اي لقاء كان على الاقل منقوص من خمسة 6 ديال العناصر الأساسية وبالرغم من هذا الرجاء مازال ينافس في العديد من الوجهات سواء المحليه افريقيه او عربيه نفس الشيء بالنسبه للوداد البيضاوي الاصابات ضربت الفريق بشكل كبير الزمالك يمكن لي نعتبره أكثر فريق واقعي، الفريق اللي كيعرف يربح وكيعرف ينتصر، أه لعب لقاء أكثر من رائع في السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي وفاز باللقب وكان فوز مستحق، وأيضا ضد الأهلي المصري بالرغم على أن الزمالك ما قدمش ذاك الأداء الرائع في كأس السوبر المصري ولكن بالرغم من هذا وصل الفريق لضربات الجزاء وتمكن من خطف اللقب، تنظن ما كاينش شي فريق يمكن لي نقول على أنه متميز على الآخر من حيث الأداء يمكن لي نعتبر على ان الفرق الاربعه المتاهله الى نصف النهائي دوري ابطال افريقيا يمكن لي نعتبر على ان هذه الفرق كلها تقريبا في نفس المستوى وفي نفس الاداء وهذا كيبقى رايي ديالي الشخصي نمر لسؤال اخر سؤال من طرف ميدو ويقول ما هو توقعك لنهائي دوري ابطال افريقيا يعني دوري ابطال افريقيا الان مازال ما عرفناش واش النهائي غيتلعب ولا ما غيتلعبش يعني هناك العديد من الأقاويل يعني هناك من يقول على ان الان الكاف بدات تفكر على انها تلعب لقاءات نصف النهائي في الكاميرون يعني بلقاء واحد فاصل بنظام خروج المغلوب يعني يكونوا ثلاثه ديال اللقاءات، لقاء لقاءات النصف ولقاء النهايه ويتلعبوا تقريبا في اسبوعين كلهم في الكاميرون ما عرفناش الان شنو غادي يوقع كيف ما قلت الان جميع المسابقات المحليه والمسابقات الدوليه كلها متوقفه اللاعبين تنظن انهم غادي يعانيوا كثير لما ترجع المنافسه تنرى على ان هاد اللاعبين غيكونوا على الاقل محتاجين لاسبوعين او ثلاثه ديال الاسابيع باش يرجعوا اللياقه البدنيه بالرغم على ان العديد من اللاعبين كيتدربوا في المنازل ديالهم ولكن آه هذا غير كافي كنا كنعرفوا على ان التمرين في النادي مختلف عن التمرين داخل المنزل التوقع آه غيكون صعب لان الان ما عندناش معطيات ما عرفناش اللاعبين المتاحين لكل فريق ما عرفناش الحاله البدنيه لكل الفرق ما عرفناش هذا الفرق ما يمكنناش نعزله او نعطيو يعني نقولوا ان هذا الفريق عنده امتياز على الفريق الاخر كيف ما قلت من قبل الفرق الاربعه المتاهله الى نصف النهائي كلها عندها حظوظ متساويه للتاهل الى نهائي خصوصا من بعد هذه الظروف هذه على ان الفريق اللي غيكون كما كنقولوا كيجهز اللاعبين ديالو بالرغم من التوقف يعني المدرب غيكون كيعطي واحد التعليمات تكون واحد نوع من التمارين داخل المنزل او في الحديقه او أشياء من هذا القبيل تنظر على ان الفريق اللي غيكونوا اللاعبين ديالو محافظين على لا فريشور فيزيك ومحافظين على الطراوه البدنيه كما كيقولوا تنظر على ان هذه الفرق غيكون عندها امتياز للوصول الى نهائي دوري ابطال افريقيا نتمنوا يعني على ان هذا اللقاء تلعب لان الان جميع المنافسات سواء الافريقيه او الدوليه اصبحت مهدده آه نظرا للوباء اللي ضرب العالم آه بأسره. آخر سؤال اللي غنتحدثوا عليه في حلقة اليوم وسؤال من اسماعيل بن تحياتي لك آه أخي اسماعيل وسؤال يقول ما هو تأثير الكورونا على آه كرة القدم وعلى الرياضة عموما؟ يعني الكورونا تقريبا آه وقفات عجلة الرياضة في العالم يعني الآن جميع البطولات خسائر بملايير الدولارات يعني البطولة الإنجليزية تقول لك أن لو أن الدوري غيتوقف يعني غيكون الاتحاد الإنجليزي مطالب بدفع ملايير الدولارات للقنوات التلفزية اللي غتعاني من واحد الضرر كبير يعني العجلة ديال الاقتصاد كلها وقفات يعني الآن تقريبا جميع الماركات العالمية جميع المتاجر كلها سدات الأبواب ديالها العديد من الشركات استغنت على العديد من يعني العديد من الاشخاص سواء نوادي كره القدم لان نوادي كره القدم ايضا اصبحت مؤسسات يعني المؤسسه هذه ما تحتفظ عندها 2000 ولا 3000 آه عامل تحتفظ بهم وما كاينش نشاط رياضي يعني العديد من الاشياء آه كان واحد الانعكاس سلبي للكورونا على الرياضه العالميه كل شيء توقف اليورو تاجل للسنه المقبله كوبا امريكا تاجلات للسنه المقبله الشامبيونز ليغ توقفات جميع الدوريات الاوروبيه توقفات كيف ما قلت عجله الاقتصاد وعجله كره القدم كلها توقفات تنظر على ان كورونا شيء جاء وما كانش في الحسبان أه الشيء الاكيد على ان كورونا اثرات بشكل كبير على كره القدم وانها غيكون عندها واحد التاثير على المدى البعيد لان الامور ممكن لاش ترجع للطبيعه ديالها آه يعني من بعد ان شاء الله العالم يخرج من هذه الازمه هذه الامر غيحتاج لبعض الوقت وكيف ما قلت نتمنى على ان ان شاء الله نتغلبوا على هذه الازمه هذه في اقرب وقت ممكن ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه آه كان هذا كل ما يخص حلقة اليوم اسمحوا لي لا خرجت شوية على الموضوع وهدرت على آه أشياء أخرى ولكن كان هذا واجب عليا كانوا عندي بعض الأشياء بغيت نشاركها معكم وبغيت نقولها كيف ما قلت نتمنى على أن الجميع يلتزم بالنصائح وبالتعليمات ويلزم المنزل ديالو وتكون واحد المساعده يعني اي واحد شتيه محتاج شي حاجه سواء مساعده ماديه او معنويه كل واحد يمكن له يساعد بالطريقه ديالو وماشي بالضروري يكون شي حاجه كبيره يعني يعني حتى لو عطيتي الاخ ديالك تمره ولا شيء رمزي تنظن على ان هذه مساعده يمكننا نأخذها يعني بواحد النظره جميله كان هذا كل ما يخص حلقة اليوم ما تنساوش تسجلوا في القناة ديالنا فعلوا جرس التنبيهات غنحاولوا إن شاء الله في الأيام المقبلة نديروا حلقات باش نخرجوا من هذا الجو هذا ونبدلوا شوية المزاج ديالنا سلام الله عليكم كان معكم رضا من قناة كورافين